10 صباحا في القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم، والبداية دائما بأبرز العناوين. قبل ساعات من الجولة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هاريس تدلي بصوتها مبكرا، وترامب يتعهد بجعل أمريكا أكثر أمانا، هاريس وبعدها ترامب. إسرائيل تخطر الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقها المنظم لعمليات وكالة أونروا، ولازاريني يطالب بإنهاء الصراع بدلاً من حظر الوكالة. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون استعداد تل أبيب للضغوط متزايدة من واشنطن لإنهاء الحرب بغض النظر عن الفائز فيها. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، ونبدأ بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. الساعات الأخيرة قبل انطلاق لحظات الحسم في سباق إلى البيت الأبيض، أظهرت استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار نحو الولايات المتأرجحة والتي قد تحدد مصير المنافسة. وأظهر الاستطلاع النهائي الذي أجرته شبكة ABC نيوز تقدم هاريس بنسبة 49% مقارنة بال 46% لترامب، وهذا على مستوى الولايات المتحدة، بينما يشير استطلاع صحيفة نيويورك تايمز إلى تقدم هاريس في خمس من الولايات السبع المتأرجحة. تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا بجعل الولايات المتحدة أكبر وأكثر أمانا وأكثر قوة، وانتقد ترامب الديمقراطيين ومنافسته كاميلا هاريس بسبب سياستهم مع المهاجرين، داعيا الأمريكيين في جورجيا إلى عدم التصويت لها. ستصبح أمريكا أكبر وأفضل وأكثر أمانة وأكثر قوة عما كانت عليه. نحن الآن أمة في الانحدار، لقد فعلوا أمورا مروعة لبلدنا الجميلة. نحن يساندنا كثير من أعضاء مجلس الشيوخ والرجال والنساء الرائعين، وهم يعملون معي، وسنقوم باسترجاع هذه البلد بصورة لن تتصوروها. سنقوم ببذل الجهد. هذه الانتخابات هي اختيار ما ستؤول عليه الأربع سنوات القادمة، مزيد من الفشل أم استرجاع هيبة هذا البلد وتاريخها العتيق. سيكون هذا العصر الذهبي.
أعلنت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية عبر البريد. كانت هاريس حذرت من الفوضى وقالت إنها ستعمل للتغلب على الانقسامات التي تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وأضافت أن الانتخابات الحالية سوف تقرر مصير البلاد، مطالبة بالتكاتف بدلا من الانشغال بالانقسامات. وتعهدت هاريس بالعمل من أجل الأجيال القادمة. وخلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان، قالت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس إنها لا تسعى لمكاسب سياسية، وأوضحت أن لديها خطة لخفض الضرائب وتكاليف الرعاية الصحية خاصة لكبار السن، وتعهدت بمحاولة حل المشكلات التي تواجه الولايات المتحدة. خطتي تنطوي على عمل خفض للضرائب التي يدفعها أصحاب الطبقة الوسطى والصغيرة، وتخفيض أسعار المنازل بما في ذلك المنازل التي يملكها كبار السن، وأيضا سأقوم بخفض الرعاية الصحية للمواطنين خصوصا كبار السن، لأن أظن أن الرعاية الصحية هي حق وليست ميزة. يعتقد الكثيرون في الولايات المتحدة وخاصة في الحزب الديمقراطي أن الانتخابات الأمريكية هي اختبار للديمقراطية، وأنها قد لا تمر بسلمية. يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن ردة فعل ترامب وأنصاره والتي تتعلق بنتائج الانتخابات، خاصة في حال فوز كاميلا هاريس. هذه المشاهد كانت بمثابة القنبلة التي فجرت مخاوف الأمريكيين بشأن ديمقراطيتهم. ففي 6 يناير عام 2021 اقتحم عدد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي اعتراضا على نتيجة الانتخابات التي وصفها ترامب آنذاك بالمزورة. ومنذ ذلك الحين والأمريكيون لديهم حالة من القلق والخوف بشأن نظامهم الديمقراطي الذي تعرض لتهديد كبير في هذه الحادثة. I think we have to be diligent to protect the democracy. أعتقد أننا لابد أن نبذل جهداً لحماية الديمقراطية، لكني أعتقد في نفس الوقت أننا مبالغون في القلق أكثر من اللازم. It's real that we should be concerned. أنا قلق بشأن بعض التغييرات التي يقترحها دونالد ترامب، وبالتحديد فيما يخص إدارة الدولة. وتعود هذه المخاوف إلى الواجهة مجدداً وسط حالة من الاستقطاب يركز عليها الحزب الديمقراطي بهدف التخويف من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب. من المهم أن نشير إلى أن دونالد ترامب لديه نهج مختلف عن نهجي، ودعونا نكون صرحاء بشأن ماهية دونالد ترامب. هذا وقت الكلام الصريح. ويفترض مراقبون السيناريو الأكثر تهديداً للديمقراطية بفوز نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات القادمة، إذ يعتقدون أن ترامب سوف يعمد إلى الدفع بدعاوى تزوير الانتخابات، وهو أمر قد ينتج عنه حالة من الفوضى تهدد سلمية العملية الانتخابية ونقل السلطة إلى الرئيس الجديد. ترامب فكرة سيئة للولايات المتحدة بشكل عام. أعتقد أنه ليس تهديداً للديمقراطية فحسب، بل هو تهديد عام. لقد كان ترامب رئيساً ل4 سنوات ولم يكن لدينا كل هذه الحروب والأشياء الأخرى. كيف يكون تهديداً للديمقراطية مثلما الحال مع بايدن الآن؟ في الحقيقة بايدن هو الأسوأ للحكومة. معظم الوقت يقول ترامب ما يرى أنه من الصواب أن يقوله وليس ما يريد الناس سماعه. لا أعتقد أنه يعلم كثيراً عن السياسات وتلك الأمور، ولكنه يظن أنه يعرف. ويهون بعض المراقبين خاصة المنتمين للحزب الجمهوري من المخاوف بشأن الانتخابات المقبلة
معتبرين أنها دعاية مضادة يستخدمها الديمقراطيون بهدف إبعاد الناخبين عن التصويت لترامب. هنا بدأت أحداث اقتحام الكابيتول، ويخشى الكثيرون أن يعاد شريط هذه الأحداث بعد الانتخابات المقبلة، بل وأكثر، فهناك من يذهب إلى سيناريو اقتحامات متعددة تطال شتى المؤسسات الأمريكية الرسمية. فهل هي مخاوف حقيقية أم مجرد دعاية انتخابية؟ من واشنطن، رامي جبر، هنا القاهرة، عاصمة الخبر. رصدت القاهرة الإخبارية آراء الناخبين الأمريكيين بعد إدلائهم في الاقتراع المبكر للانتخابات الأمريكية، وقد أبدى البعض وجهة نظره في اختيار مرشح بعينه ما بين هاريس وترامب. صوتت لتوي لكامالا لأنني أعتقد أنها تهتم بمصلحة جميع الأمريكيين المتنوعين، وليس بشخص أظهر للبلاد أنه ليس من أنصار الولايات المتحدة. انتخبت هاريس بسبب أهمية حقوق المرأة الإنجابية والصحية، وأيضاً بسبب ما يخطط ترامب للقيام به إذا تولى المنصب، لما في ذلك إغلاق وزارة التعليم، وهو غير مؤهل ليكون زعيماً لدولة، في حين أن هاريس لديها عقود من الخبرة والمعرفة والتعاطف، وهي تعرف ما تفعله وما تدافع عنه فيما يتعلق بالاقتصاد وما تود طرحه فيما يتعلق بالضرائب والعديد من الأسباب. أصوت لهاريس لأنني كنت ديمقراطياً طوال حياتي تقريباً، وما يفعله ترامب وما يقوله وأشياء من هذا القبيل لا أتفق معه فيها. أؤمن بحقوق الجميع، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تصويتي لمن صوت له. ولقد صوت لكامالا هاريس لأنني أؤمن بحقوق الجميع وحقوق الإنجاب، ويجب أن يكون للمرأة الحق في حرية التصرف. أكد عدد من الناخبين الأمريكيين من أصول عربية أن أصواتهم في ولاية ميشيغان ستكون مؤثرة في الانتخابات الأمريكية، وتبدأ الولايات المتحدة للتصويت في الانتخابات في 5 نوفمبر الجاري لمعرفة من سيسكن البيت الأبيض. أصوات العرب الأمريكيين مؤثرة جدا، خصوصا نحن في ولاية ميشيغان، ولاية متأرجحة. في عام 2016 فاز ترامب هنا ب 10,000 صوت الفارق، وفي عام 2020 فاز بايدن فارق 150,000 صوت. فالعرب الأمريكيين يمثلون أكثر من 400,000 إلى مليون شخص في ولاية ميشيغان، وهم مؤثرين في العملية السياسية بشكل كبير. التصويت المبكر هو يشجع الناس إنه إذا معهم فرصة قبل الوقت، إنه لأن الناس معهم أشغال ومعهم أشياء، فهذا يسهل لهم الأمر. بالنسبة للترشيح يعني هو معنا مدارس دربن فيها 20,000 طالب، وهو مهم جدا، هو انتخاب محلي بس له تأثير كثير للجالية الإسلامية والعربية. وجاليتنا أصبحت من أكثر العدد في المدارس، يعني من فوق 50-60%، وإحنا طبعا لازم نكون في الطاولة علشان حفاظا عليهم، وعلشان يعني القرارات اللي تضرهم أو تخصهم. فهذا هدفنا، إن إحنا نشارك ونهتم في أولادنا. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وما خلفه من توترات في منطقة الشرق الأوسط ألقى بظلاله على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. المواقف المتباينة لكل من المرشحين من العدوان الإسرائيلي أثرت إيجابا وسلبا على الناخب الأمريكي، الأمر الذي أدى لتغيير بوصلة التصويت خاصة بالنسبة للأمريكيين العرب والمسلمين. النسخة الحالية من الانتخابات الأمريكية ستكون وفقاً لمحللين مختلفة عن سابقتها، حيث ستكون الأوضاع في الشرق الأوسط حاضرة وبقوة على قرار الناخب الأمريكي للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من تداعيات، خاصة مع دخول حزب الله اللبناني والفصائل العراقية والحوثيين على خط المواجهات، ما جعل تلك الحرب يتردد صداها في صلب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ترشح كامالا هاريس أحدث تحولاً إيجابياً في حظوظ الحزب الديمقراطي وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، خاصة مع اتباعها نهجاً مغايراً لما اتبعه بايدن وتأكيدها أنها لن تغض الطرف عن معاناة الفلسطينيين وتكثيف مساعيها لاستئناف مفاوضات وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين، الأمر الذي أسهم في التخفيف من وطأة الغضب لدى الناخبين العرب الأمريكيين بعد أن ترك موقف الإدارة الأمريكية شعوراً بالغربة لديهم. أما المرشح الجمهوري الطامح للعودة إلى سدة الحكم فينظر حالياً إلى الشرق الأوسط باعتباره منطقة رئيسية للاهتمام والتأثير، حيث ينتقد في كل تجمع انتخابي تعامل منافسيه الديمقراطيين مع تداعيات حرب غزة، ويؤكد أنه الوحيد القادر على وقف الفوضى في المنطقة متسلحاً بدعم الناخبين من الأصول العربية والمسلمة الغاضبين بسبب استمرار الحرب في غزة ولبنان. وغير بعيد عن الأوضاع في قطاع غزة، فإن تصاعد التوترات والقصف المتبادل بين إيران وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة يلقي بظلاله هو الآخر على مسار الانتخابات الأمريكية، وقد يوجه دفة الناخبين للتصويت لأي من المرشحين هاريس أو ترامب، فكل منهما يسعى إلى تعظيم الاستفادة من وقع تلك التوترات في تدعيم موقفه الانتخابي، ومن ثم حسم السباق لصالحه. والآن مشاهدينا مع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل يجسنا. قال مراسل لموقع أكسيوس الأمريكي إن إسرائيل اختارت الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقها الذي ينظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. الخطوة الإسرائيلية الجديدة التي أعلنها أكسيوس تأتي في ظل استهداف ممنهج بعد أن حظر الاحتلال أنشطة الوكالة الأممية مع إصدار الكنيسة الإسرائيلي هذا الأسبوع قانونا يحظر عليها العمل في إسرائيل والقدس. قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا يضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن أبو ردينة أن إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا بهدف تصفية القضية وللاجئين وشطب حق العودة وعرقلة أنشطتها ودورها. وشدد أبو ردينة أنه يتوجب على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على الأرض أرض الواقع ضد إسرائيل. طالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني بإنهاء الصراع في قطاع غزة بدلا من التركيز على حظر عمل الوكالة أو إيجاد بدائل لها. لازاريني حذر أيضا من أن تفكيك وكالة الأونروا سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم. تداعيات حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الذي صادق الكنيسة الإسرائيلي على القانون الخاص به مؤخراً، منها ما هو واضح أمام الأعين ومنها ما يبدو أنه غاب عن الأذهان، فتداعيات حظر الأونروا لن تقف عند عتبة المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين من الوكالة في قطاع غزة خلال حرب إسرائيل الشرسة على القطاع، بل ستلقي بظلالها أيضاً على قطاع التعليم، ونظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية كحق أساسي من حقوق الإنسان.
أطلق المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني تحذيراً من أن تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من حق التعلم. تحذير آخر أطلقه لازاريني عندما أكد أنه بدون التعليم ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف وسط خسارتهم مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عاماً ثانياً من التعليم. إلا أن لازاريني لم يكتفي بذلك، فشدد على أنه بدلاً من التركيز على حظر وكالة الأونروا في قطاع غزة أو إيجاد بدائل لها، يجب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع. تحذيرات مفوض عام الأونروا لم تأتي من فراغ، بل جاءت نظراً لما للوكالة من دور مهم أيضاً بالنسبة للفلسطينيين، حيث أنها الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها بقطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، ليتلقى نحو 50,000 طفل فلسطيني تعليمهم في مدارسها. وما زالت انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين تتنوع وتتوالى الواحدة تلو الأخرى وتطول العديد من أوجه حياتهم، بدءاً من الغذاء والرعاية الصحية حتى الشعور بالأمان والاستقرار. ولكن يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو رأت أن ذلك غير كافٍ لإضافة المزيد من المعاناة لحياتهم، فجاء قرار حظر عمل وكالة الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 لتقديم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة، ليثبت ذلك عكس ما تزعمه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من أنها تسعى للسلام. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسقوط عدد من الشهداء جراء استهداف طيران الاحتلال منزلين في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأشار مراسلنا إلى إصابة 5 فلسطينيين جراء قصف مدفعية الاحتلال أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وأضافت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة. كذلك استهدف الاحتلال حي الزيتون، بينما ارتقى شهيد فضلا عن إصابتين جراء قصف مسيرة لأحد المنازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من أن أكثر من 100,000 شخص محاصرون في شمال القطاع ونحو 60% منهم أطفال ونساء. وأوضح الدفاع المدني أن أكثر من 1,300 شهيد سقطوا في شمال القطاع خلال أقل من شهر، مؤكدا أن الطواقم الطبية الموجودة حاليا في شمال القطاع هي طواقم مدنية، وأن الاحتلال لا يريد أن تعمل أي منظمة طبية هناك، مضيفا إلى استقبال الدفاع المدني مناشدات بانعدام الغذاء والدواء. والمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يوسف. يعني أود أن أسألك أولا على الوضع الإنساني، على توفر الخدمات الأساسية والحاجات الأساسية أيضا. نعم بسن، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يمكن القول أن كل محافظات القطاع اليوم تعاني شحا من الاحتياجات الأساسية، وبالتحديد على مستوى السلع الأساسية. نحن نتحدث عن فقدان تقريبا شبه تام للخضروات وللأطعمة التي يحتاجها الفلسطينيون اليوم في ظل استمرار الإغلاق للقطاع، وإن كان ما يسمح بتوريده عدد قليل جدا من الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم. لذلك الوضع الإنساني يزداد سوءا يوما بعد آخر، وربما المشهد أيضا يزداد قتامة في شمال القطاع، وهي المنطقة المحاصرة المعزولة كليا عن مدينة غزة. هناك منذ شهر على الأقل لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول أي شاحنة مساعدات ولا حتى شاحنة مياه واحدة صالحة للشرب لم تصل إلى المحافظة الشمالية، وهي المنطقة التي يتواجد فيها اليوم قرابة 100,000 فلسطيني يتعرضون لمختلف أشكال وصنوف
الاعتداءات الإسرائيلية سواء على مستوى القصف الإسرائيلي أو الحصار، استهداف مقدمي الخدمات، إجبار الطواقم الطبية والدفاع المدني على النزوح. لذلك الواقع الإنساني يزداد سوءا، خاصة مع اقتراب أيضا فصل الشتاء وعدم وجود الألبسة والأغطية الكافية في خيام النازحين. يوسف، يعني هناك تضييق من قبل قوات الاحتلال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بل يعني قوات الاحتلال أخطرت الأمم المتحدة بأنها ألغت الاتفاق. هل ما زالت أونروا موجودة وتقوم بأداء عملها في قطاع غزة، أم ما الذي يحدث؟ هذا القرار يراه البعض أنه لا يقل خطورة عن الحرب التي تشنها آلة القتل والتدمير في قطاع غزة. استهداف الأونروا منذ اليوم الأول لبدء الحرب على القطاع، هناك أكثر من 300 من موظفي الأونروا قتلتهم إسرائيل خلال هذا العدوان، بالإضافة إلى أن معظم المؤسسات التابعة للأونروا جرى استهدافها بشكل مباشر. أحرقت المدارس ودمرت العيادات من قبل آليات الاحتلال التي توغلت في مختلف محافظات القطاع. الأونروا لا تزال هنا في قطاع غزة، لكن ما الذي تقدمه الأونروا منذ عدة شهور في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على هذه المؤسسة الأممية؟ الأونروا تحاول توفير قدر الإمكان المساعدات لمراكز الإيواء، لكنها باتت شبه عاجزة عن تقديمها. كذلك الأخطر في الأمر هي خدمات الصحة التي كانت تقدمها الأونروا للمرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة. هؤلاء كانوا يتلقون أدوية على مدار العام من قبل المؤسسة الدولية، خاصة مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة، لكن الآن هناك نقص حاد في الأدوية التي تقدم من هذه المؤسسة، لذا واقع المرضى أيضا يزداد خطورة مع هذه القرارات الإسرائيلية المتخذة. لكن ما تزال أونروا هنا في غزة وهي تعيش حالة حصار كبيرة من قبل الاحتلال. وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات يوسف. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. واستعرض أبو الغيط مع الرئيس الفلسطيني الذي يزور القاهرة حاليا الجهود المبذولة من جانب مختلف الأطراف من أجل وضع حد للعدوان على غزة والتوصل إلى ترتيبات إلى يمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات. كما بحث الجانبان الجهود العربية الحثيثة المبذولة من أجل تجسيد حل دولتين وزيادة عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ذكرت صحيفة هارتس أن إسرائيل قد تواجه ضغطا كبيرا من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الإدارة الأمريكية ستسعى عقب الانتخابات الرئاسية إلى وضع حد للحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة بغض النظر عن الفائز بمنصب الرئيس. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتمديد اعتقال إيلي فيلدشتاين المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية تسريب وثائق استخباراتية سرية، وأوضحت أنه تم وقف النشر حول تفاصيل قضية تسريب الوثائق مستمر باستثناء الإعلان عن اعتقال إيلي فيلدشتاين لحين انتهاء التحقيقات، مشيرة إلى ارتباط الوثائق بالحرب على غزة ومفاوضات إعادة المحتجزين واجتماعات مجلس الوزراء السرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الانقسامات والتوترات بين مكتب نتنياهو ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية. لا تزال الانقسامات تهز أركان الداخل الإسرائيلي على وقع سياسات نتنياهو. صحيفة هارتس نشرت سلسلة مقالات تنتقد تناسي نتنياهو لملف المحتجزين مقابل الإبقاء على منصبه.
فضائح تلو الأخرى تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأزمة تسريب وثائق ومستندات من مكتبه لا زالت أصداؤها تدوي في الداخل الإسرائيلي ولدى وسائل الإعلام. التسريبات ومن قبلها التخبط في القرارات وضعت نتنياهو في مرمى سهام انتقادات الصحف الإسرائيلية التي تساءلت إلى أي مدى سيستمر نتنياهو في جبهات الحرب المختلفة مقابل حماية نفسه والهروب من المساءلة. ربما لا ينبغي للمعارضة الإسرائيلية والحركة الاحتجاجية في الشارع أن ترفع سقف آمالها تجاه إمكانية استجابة نتنياهو لأي من المطالب، هكذا قالت صحيفة هارتس في مقال كتبه المحلل السياسي آموس هاريل، والذي قال إن الوثائق المسربة تؤكد بشكل جلي أن نتنياهو يتجنب إتمام صفقة لإعادة المحتجزين من أجل الإبقاء على الوضع كما هو وتمسكا بالسلطة، ومن ثم الإفلات من فضيحة التسريبات الجديدة بأمان. صحيفة هارتس وصفت نتنياهو بأنه يواصل المضي في عنده وكبره، محيطا نفسه بسحابة دائمة من الشكوك والاتهامات وأجواء المؤامرة لصرف الانتباه عن ملف المحتجزين. وبنيران صديقة تتلقى حكومة نتنياهو ضربات متتالية. صحيفة هارتس ذاتها نشرت سلسلة مقالات تنتقد فيها سياسات نتنياهو على جبهتي الحرب في غزة ولبنان، بل ووصل الأمر إلى تنظيم ناشر الصحيفة آموس تشوكين فعالية في لندن قال فيها إن إسرائيل تنفذ نكبة جديدة في غزة وتفرض نظام تمييز عنصري ضد الفلسطينيين. التصريحات أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية فقد هدد نتنياهو بقطع التمويل عن هارتس بسبب ما اعتبرته هجمة شرسة لا يجب أن تحدث في وقت الحرب. فساد وخيانة الثقة وتلقي رشاوى وهدايا وتسريبات، تهم عدة يواجهها نتنياهو. ووفقا لكل ترجيحات الخبراء ووسائل الإعلام في إسرائيل، فإنه بمجرد تركه لمنصبه سيكون مصيره السجن. ولهذا السبب فإن نتنياهو الأطول بقاء في الحكومة يتمسك بخيار إطالة أمد الحرب وفتح عدة جبهات تحت مزاعم القضاء على ما يهدد أمن إسرائيل، تلك الزريعة التي يختبئ وراءها ويرتكب باسمها أبشع الجرائم فقط من أجل البقاء في السلطة. من جانبه قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد إن بنيامين نتنياهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل في أصعب حرب تمر بتاريخها. وخلال بيان مشترك مع رئيس معسكر الدولة بني غانتس، اتهم لابيد وغانتس بنيامين نتنياهو باستخدام الوثائق السرية سياسيا، وشددوا على أهمية استكمال التحقيقات وصولا لنهايتها ومعرفة الحقيقة كاملة نتيجة الاستحواذ على الوثائق دون إذن رسمي. شن مستوطنون إسرائيليون هجومين على مدينة البيرة وبلدة دير دبوان بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين أضرموا النار في 20 مركبة بمدينة البيرة، وأضافت المصادر أن المستوطنين أطلقوا النار في الهواء ونحو مركبات الدفاع المدني لدى وصولها المنطقة لإخماد النيران. ونشرتنا مستمرة معكم مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. حزب الله يعلن قصف مستوطنات للاحتلال واستهداف وحدة مراقبة جوية في قاعدة نيران الإسرائيلية. We'll be right back.
أهلا بكم مجددا، والآن مع تطورات العدوان على لبنان. من العاصمة بيروت بعد شهرين كشف إعلام إسرائيلي نقلا عن تقرير لمسؤولين عسكريين إجراء جيش الاحتلال ترتيبات لإنهاء الحرب في لبنان خلال أسبوعين، وأشار التقرير إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق لإنهاء العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية في غضون 10 إلى 14 يوما، بينما افترض التقرير احتمالية إنشاء منطقة عازلة من السكان جنوب لبنان مستندا في ذلك على الدمار الشامل الذي أحدثه جيش الاحتلال في 11 قرية لبنانية متاخمة للحدود بين البلدين. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن دفع حزب الله اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني هو إجراء أساسي لعودة سكان مستوطنات الشمال، سواء تم الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو بدونه. وخلال تواجده بالمنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، أضاف نتنياهو أن إسرائيل ستعمل على ضرب أي محاولة لإعادة تسليح حزب الله والرد بحزم ضد أي إجراء للحزب ضد أمن إسرائيل. أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق نحو 25 صاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أكثر من 40 انفجارا جراء اعتراضات وسقوط لصواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى. في غضون ذلك أعلنت الصحة اللبنانية عن استشهاد 18 شخصا وإصابة 83 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدار 24 ساعة الماضية. وأشارت الصحة اللبنانية إلى ارتفاع أعداد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 2986 شهيدا. أجرى وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي في إطار التنسيق بين القاهرة وباريس لخفض تصعيد في الشرق الأوسط. واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان وجهود البلدين في التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير المساعدات. هذا وأدان وزير الخارجية المصري الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية واستهداف قوات اليونيفال. كذلك تطرق الاتصال إلى الجهود الراهنة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن المنطقة تتعرض لحالة من انعدام الأمن وتوسيع الحرب جراء استمرار الإبادة الجماعية بغزة والاعتداءات في لبنان. وأكدت الخارجية الإيرانية أن قرار الرد على أي هجوم أو اعتداء يستهدف بلادنا حتمي وصارم. من جهة أخرى أشارت إلى أن إغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا لا يصب في صالح العلاقات بين البلدين. لقي اثنان من عناصر الحرس الثوري مصرعهما جراء تحطم طائرتهما في أثناء مناورات بجنوب شرق البلد. وفاد إعلام إيراني بأن الحادثة وقع بالقرب من مدينة سيركان التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان، ولم يتضح أسباب تحطم الطائرة حتى الآن. قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف إن حطام طائرات روسية مسيرة أشعل حرائق في المدينة في ثالث هجوم من نوعه تشنه موسكو على كييف خلال يومين. يأتي هذا بينما أكد حاكم منطقة خاركييف الأوكرانية أولي سانهيبوف إصابة 4 أشخاص جراء سقوط قنبلة روسية على متجر في المنطقة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل.
أعلن الجيش الروسي سيطرته على قرية في منطقة دونيتسك بالشرق أوكرانيا، وإن قواته ستواصل تقدمها صوب المركز اللوجستي في بوكروفسك. وكشفت هيئة الأركان الروسية عن شن 19 هجوما على قطاع بوكروفسك الواقع شرقي أوكرانيا، مضيفة أن القوات أصبحت ناشطة بالقرب من منطقة هيروروفيكا الاستراتيجية. بدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مولودوفا عملية فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المرشحة مايا ساندو المؤيدة للغرب والتي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وألكسندر ستوينغلو المدعي العام السابق المدعوم من الحزب الاشتراكي الموالي لروسيا. أفادت سلطات إندونيسيا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء ثوران بركان براكين عدة مرات شرقي البلاد، وهذا في وقت مبكر من صباح اليوم. وقال رئيس هيئة الاستجابة الطارئة في مقاطعة شرق فلوريس إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ضحايا محتملين عالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة. وفي أخبار الاقتصاد، ارتفاع صادرات الغاز من موسكو عبر الأنابيب إلى أوروبا بأكثر من 15%. أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية عام 2025 بعد إلغاء خطة لتجميد مخصصات حكومية. وقال نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد يتم تعزيزها بشكل أكبر، إما قبل طرحها للتصويت عليها في البرلمان أو من خلال ميزانية تكميلية. وسط حرب على غزة ولبنان وتوقعات بتوسع نطاق الصراع، صادقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية تضمنت زيادات باهظة بنحو 40 مليار شيكل في الإنفاق على الحرب وأعباء ضريبية جديدة. وكالة بلومبرغ قالت إن الحرب على غزة ولبنان، فضلاً عن التوترات المتزايدة مع إيران، أدت إلى إضعاف اقتصاد إسرائيل وماليتها، وأجبرت حكومة بنيامين نتنياهو على التركيز على كبح جماح العجز في الميزانية، مستهدفان نسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. مع إشعال إسرائيل جبهات متعددة للحرب، تصدر الإنفاق العسكري بنود الميزانية لتصل إلى 117 مليار شيكل، وهي أعلى بنسبة 80% من خطة ما قبل الحرب للعام الجاري، وتمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. الحرب سيطرت على الميزانية التي تبلغ نحو 607 مليارات شيكل، لتشمل حزمة بقيمة 9 مليارات شيكل لدعم جنود الاحتياط. وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أكد أن الميزانية تركز على الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر على كافة الجبهات، مع الحفاظ على صمود الاقتصاد الإسرائيلي. من جانبه، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد الميزانية قائلا إنها ستزيد إنفاق كل أسرة في إسرائيل بمقدار 20,000 شيكل سنويا، خسائر باهظة يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، طالت قطاعات أساسية وتسببت في هروب الاستثمارات وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل عدة مرات، مع إطالة أمد الحرب وتوسيع جبهاتها وسط رؤية قاتمة لمستقبل تل أبيب.
اتفقت مجموعة أوبك بلاس على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في ديسمبر لمدة شهر واحد، مع استمرار ضغوط النزولية على السوق بفعل ضعف الطلب لا سيما من الصين وزيادة المعروض من خلال المجموعة. وكان من المنتظر رفع الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وهو قدر ضئيل مقارنة بإجمالي تخفيضات الإنتاج السارية والبالغة تقريبا 5,860,000 برميل يوميا. أفادت وكالة ناس الروسية بارتفاع صادرات الغاز من موسكو عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بأكثر من 15% إلى 26 مليار و 52 مليون متر مكعب في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي. وفقا لتقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا زادت بنحو 3 مليارات متر مكعب، وهذا في الفترة من يناير إلى سبتمبر. بينما تقول وكالة الطاقة الدولية إن الرقم ارتفع بأكثر من 10%. ومن أبرز أخبارنا الرياضية نتابع. إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي نحو صدارة الدوري الإيطالي. تعادل تشيلسي مع مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق على ملعب أولد ترافورد بقمة الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي. تقدم يونايتد بهدف برونو فرنانديز في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، بعدها بأربع دقائق نجح موسيس كايسيدو في التعادل لتشيلسي. بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، واحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة. وصل برشلونة عروضه المبهرة في الدوري الإسباني هذا الموسم بفوزه على ضيف إسبانيال بثلاثة أهداف مقابل هدف في ديربي كاتالونيا ضمن الجولة 12. سجل أهداف برشلونة كل من داني أولمو بواقع هدفين ورافينيا، بينما أحرز خافيير بوادو هدف إسبانيال الوحيد. وبهذا الانتصار رفع البارسا رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الليغا بفارق 9 نقاط عن وصيف ريال مدريد والذي لعب مباراة أقل، بينما تجمد إسبانيول عند 20 نقاط في المركز 17. إلى هنا مشاهدينا انتهت هذه النشرة، وإليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها. قبل ساعات من الجولة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هاريس تدلي بصوتها مبكرا وترامب يتعهد بجعل أمريكا أكثر أمانا. إسرائيل تخطر الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقها المنظم لعمليات وكالة أونروا، ولازاريني يطالب بإنهاء الصراع بدلاً من حظر الوكالة. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون استعداد تل أبيب لضغوط متزايدة من واشنطن لإنهاء الحرب بغض النظر عن الفائز فيها. إلى هنا مشاهدينا انتهت هذه النشرة، ولكن التغطيات والنشرات مستمرة مع حضراتكم على مدار 24 ساعة. ألقاكم بعد قليل وأبرز ما تناولته الصحف العالمية والعربية. كونوا دائما معنا.